فريق الأعداد المرة هذه كانت وجهته بداخل المصر. حبينا ناخذ آراء الإداريين والمسؤولين على وضعية التكنولوجيا في تونس ككل ووضعية لإس بي إم بصفة خاصة. كنتوا شفتوا في الفيديوهات اللي فات كيفاش تعرض فريق الأعداد لصعوبات كبيرة في التحدث مع بعض المسؤولين في مؤسسات معنية بالدرجة الأولى في تشغيل خريجي البيوتكنولوجيا. لكن هذا ما منعناش باش نكملوا اللي بديناه واللي عازمين باش نكملوه بكل حرفية، وذاك علاش توجهنا لعدد كبير من المؤسسات المعنية واللي حتى واحد ما كانت عنده فكرة عن اللي شفناه وسمعناه غادي. لكن قبل هذا هات نرجعوا للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير واللي باش نعطيوكم اكستري صغير من الحوار اللي صار مع مدير الدراسات الدكتور جوهر الغربي واللي الحقيقه تقال كان شيق وشيق للغايه. لي اس بي مر بفترات كبيره، سيتي اخر ورد الحقيقه. إن با تروفي اونكور ليكيليبر نتاعو، إن با تروفي ليكيليبر نتاعو في التكنولوجيا. ثم اون ديسباريتي بكل صراحه في لا فورماسيون، سيتي تونتاكولير، ونا با مال دو فورما، شويه ديزيكيليبر، على خاطر اللي تخرجوا بيوتكنولوجي ميديكال، وتخرجوا بيوتكنولوجي مارين، وتخرجوا سونس بيولوجي، ما مشاوش لسوق الشغل، الأكثرية نقولوا الأكثرية، مهن معروفة في المجتمع، الطبيب طبيب، المعلم معلم، الأستاذ أستاذ، المحامي محامي، القاضي قاضي، معروفة يعني فهمتني. متكون في الجامعة على أساس مش يمارس المهنة هذيك. اليوم احنا بتاتر من سوء حدنا اقول بكل صراحه اون اي اون تران دو فورمي دونك نرجع لك لا كاليتي دو لا فورماسيون يا بوكو دو شوز ا دير في الكاليتي دو لا فورماسيون تاعنا نكونوا في مهنه مفقوده اليوم خرج من الاس بي ام هذاك الدبلوم دو بيوتكنولوجي في سكول با دو شوت تاع ولهنا الخلل لهنا وين المشكل الكبير في تشغيليه الدبلوم هذاك. Donc quelqu'un qui a un diplôme en mathématiques, on sait bien que bientôt il va être professeur de mathématiques في lycée. Il va être recruté dans l'enseignement secondaire en tant que professeur de mathématiques. Mais un biotechnologue, ça veut dire que quelqu'un normalement maîtrise toutes les technologies innovantes et de pointe في le domaine de la biologie, il ne se prend pas tout ça. Ça a déjà passé les chiffres. On compte quand même 400 متخرج في البيوتكنولوجيا كل عام في جمهورية تونس اللي تعد 12 مليون ساكن ونسيج اقتصادي معروف سياحة فلاحة ولا بال اندستري فارماسيتيك نعرفوها بالباهي ولا الاندستري ما نعرفش كل ما هو اندستري فاليور اجوتي في تو سكي دومين دو بيوتكنولوجي. خلال دو لابار دو لونيفرسيتي دو لابار دو لانستيتيوت اللي ما جامي ابوردي هذه التكنولوجي بروبرمون دي قاعده تحديد لا بيوتكنولوجي و جو بونس كو لي ستوديون زون توت افي ريزون كونت يل بارك يا ابسونس دي دي بي بار اكزومبل. اذا سي سا لا بيوتكنولوجي هي تعملها على قاعده هي سي با لا بيان صعيب باش واحد يجي يستقبل في البيوتكنولوجي صعيب باش اون كوليزي كان تعمل دي ستوديو ستاتستيك تلقى دي جون كي سون ديبلومي اون بيو اون بيولوجي ولا بيوتكنولوجي qui sont au niveau licence master et doctorat, En tant que directeur des études, je vois que le maillon faible, le maillon le plus faible, c'est la formation pratique. C'est la formation pratique. On ne donne pas la chance à l'étudiant de faire sa manipulation de façon autonome. Il y a quatre mahages, c'est un consortium, mais d'ailleurs, c'est de pouvoir instaurer, d'ailleurs, دور كما انتم كما مجتمع مدني الاسوسياسيون تونيزيان دي زيتيديون دو تكنولوجي دور المجتمع المدني سي تري امبورطون سي دو بوفوار انستوري دون سي تي سي تري كلاسيك بور موا لو ميتي دو بيوتكنولوج. معليش هو انه لي كونكور كي يتحلوا في وزاره الصحه يتحلوا الفرعيه يتحلوا تكنيسيان سوبيريور اون بيولوجي كلينيك تكنيسيان سوبيريور اون بيولوجي بيولوجي في سونتي بوركوا فير لا ميم شوز. في الاخر ركزوا في الكلمة اللي باش يختم بها سي جوهر واللي في الحقيقة بتلخص الوضعية الكل. اور المشكل هنا لازم نعرفوه احنا نكون في ميتي سابقة لعهدها برسم.